نروح بقى لاخبار الناشئين في الصحف المواقع، وعندنا خبر كولر هيقرر زياره قطاع الناشئين في النادي الاهلي. هو دلوقتي الفتره دي مركز مع الدرجه الاولى خلال الفتره اللي جايه، وفعلا في تدعيم من قطاع الناشئين، لكن الفتره اللي جايه هو طالب بنفسه عايز يزور قطاع الناشئين، عايز يشوف الملاعب، عايز يشوف المدربين، عايز يشوف الاداريين، عايز يشوف المدير الفني الاجنبي كابتن خالد بيبو. هو بنفسه هيعمل زياره لمدينه نصر وهيتعايش هناك ويشوف الوضع على الطبيعه. الخبر الثاني تصعيد ثلاثه ناشئين للمشاركه في مران الفريق الاول بالاهلي، وده مستمر على طول. في تنسيق كبير بين الكابتن خالد بيبو وكابتن سيد عبد الحفيظ، وفي تصعيد مستمر. يعني شفنا المران شهد تصعيد ثلاث لاعبين من قطاع الناشئين، هم ادهم محمد سيحه ده حارس مرمى وده هيكون ضيفنا النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني، اسلام عبد الله وحمدي موسى مواليد 2003. وطبعا شايفين حمزه علاء ورافت خليل واشرف ومغربي، ودول دايما بيتم تصعيدهم. الخبر اللي بعد كده تصعيد ايضا حارس 2006 واجتماع كولر وتدريبات فنيه وخططيه. تصعيد حارس 2006 علشان بنطمن كل الناس على مركز حراسه المرمى بالنادي الاهلي اللي طلع، موجود عندنا من ابناء الاهلي الشناوي، موجود عندنا مصطفى شوبير، موجود عندنا حمزه علاء ومصطفى مخلوف ايضا من اللعيبه اللي تصعد، عندنا كمان عمر كامل وهو حارس مرمى فريق 2006 وحارس مرمى منتخب مصر 2006، وده من الوجوه الصاعده. ميشيل يانكوني عارف كل الحراس في قطاع الناشئين، فدي فرصه كبيره ان هو قريب منهم. الخبر اللي بعد كده شرقية يغادر معسكر منتخب الشباب بسبب الإصابة، عنده شد في العضلة الخلفية، بنقول له ألف سلامة وترجع مرة تانية سريعا إلى منتخب مصر للشباب. الخبر الأخير اللي معانا، منتخب مصر للشباب يواصل استعداداته لمواجهة طلائع الجيش وديا. منتخب مصر للشباب ماشي بخطى ثابتة من انطلاق البطولة العربية وأداء أكثر من رائع، مرورا بالمباريات الودية، لعب مع سبورتنج وايضا عنده مباراه مع طلائع الجيش. نروح نتعرف اكتر على منتخب مصر الشباب مع الكابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخبنا الوطني. تحياتي ليك يا كابتن كرم. اهلا كابتن اسامه، اهلا بيك. طمنا على اخر الاستعدادات لمنتخب مصر الشباب. احنا دلوقتي الحمد لله موجودين في معسكر في اسكندريه في برج العرب، اساس استعدادا طبعا المعسكرات الفتره اللي جايه دي كلها لبطوله افريقيا ان شاء الله في مصر. فاحنا ان شاء الله لنا معسكر بدا من يوم 4 وينتهي ان شاء الله يوم 27. كويس، في مباريات وديه طبعا في المعسكر. احنا لعبنا اول امبارح مباراه مع سبورتنج الفريق الاول، وبكره ان شاء الله احنا طالعين الفريق الاول برضه. كويس، وان شاء الله يوم 25 هنلعب منتخب الكويت للشباب. ده برضو المباراة الثالثة إن شاء الله، دي استعدادا برضو منتخب الكويت جاي هنا عامل معسكر وإن شاء الله هيبقى في مباراة معاه إن شاء الله. فرصة يعني جيدة للجهاز الفني لما بتشوف دلوقتي عناصر منتخب الشباب بعد البطولة العربية وهي بتلعب مع أنديتها دلوقتي ومشاركة مع الفريق الأول بصفة مستمرة، ده شيء يسعد الجهاز الفني طبعا يا كابتن كرم. هو في المداخلة اللي كابتن شفتك قبل كده كابتن أسامة قلتها لك، ويمكن نحييك فيها النادي الأهلي لما صعد اللعيبه لعبت في نهايه المباريات بتاعه الدوري مجموعه اللعيبه الشباب، طبعا كانت استفاده لينا ورؤيه لينا الحمد لله، شفنا وممكن منهم دلوقتي ميدو نبيل متواجد معانا وشرقيه للاصابه مش متواجد في المعسكر، ومنهم رافت خليل من العناصر اللي كانت موجوده معانا وانضم للمنتخب الاولمبي رافت دلوقتي، وفي لعيبه كتير يعني في الانديه الثانيه اغلبيه اللعيبه بتاعت لعيبه منتخب الشباب الحمد لله شاركت مع الفريق الاول الفتره اللي فاتت بعد بطوله الشباب بعد البطوله العربيه. المعسكر اللي احنا موجودين فيه ده يمكن ناقصنا لعيبه كتير من اللي كانت موجوده معانا، حاجه كويسه يعني اذا كان في لعيبه انضمت للمنتخب الاولمبي او كان في لعيبه احمد شريف في المنتخب الاول كويس. فدي حاجه بتسعدنا، والاحتكاك الاقوى طبعا ان احنا بنبقى مستفيدين منه يعني. هل في وجوه جديده دلوقتي في المعسكر في التجمع الحالي؟ في لعيبه جديده من نادي الاتحاد، في محمد فارس من نادي الاتحاد من العناصر اللي انضمت لينا الفتره الاخيره يعني، فان شاء الله الفتره اللي جايه دي، وفي محمد كمال من نادي الزمالك انضموا لينا المعسكر ده على المجموعه اللي كانت موجوده قبل كده، والفتره اللي جايه الدوري بتاعهم هيبدا يوم 5
يعني 5/10 ان شاء الله 5 اكتوبر، فاحنا برضه هيبقى لينا الرؤيه ونشوف عناصر جديده اللي تستحق انها تبقى موجوده معانا وتبقى تعمل لنا اضافه ان شاء الله. اقامه كاس الامم الافريقيه في مصر في شهر فبراير ده بيسهل المهمه شويه ولا برضه ما زالت المهمه صعبه ومحتاجه شغل ومحتاجه تركيز ومحتاجه جديه اكتر؟ هي المهمه صعبه طبعا، لان انت بطل وموجود البطوله بتتلعب على ارضنا، المسؤوليه كبيره جدا يعني، والاستعدادات ليها الحمد لله احنا شغالين عليها، لان احنا عارفين ان البطوله دي الهدف طبعا ان احنا نحرز البطوله، والهدف الاكبر ان احنا نوصل كاس عالم. هما بياخدوا اول اربع فرق، الاول والثاني والثالث والرابع. بالظبط، اللي بيوصلوا المربع الذهبي ان شاء الله نكون منهم، وان شاء الله نحرز البطوله يعني تكون من نصيبنا باذن الله. فالمسؤوليه كبيره علينا لان البطوله على ارضنا طبعا، والهدف الكبير طبعا ان احنا نوصل كاس عالم، فطبعا مسؤوليه كبيره وان شاء الله قدها يعني. انتوا قدها ودود ان شاء الله يا كابتن كرب، بنتمنى لك كل التوفيق مع كابتن محمود جابر وكل الجهاز الفني. منتخب مصر الشباب عندنا منتخب محترم، منتخب فيه لعيبه مبشره، شفنا في البطوله العربيه بدات كل الجماهير تحفظ الاسماء. الناس اثنت على اداء المنتخب لما شفنا روح قتاليه عاليه، وانت بتكسب منتخب تونس وبتكسب منتخب المغرب وبتكسب منتخب الجزائر وعمان كل المنتخبات، في منتخب السعوديه خد البطوله في الاخر بركلات الترجيح، لكن انت اديت امام السعوديه صاحب الملعب كمان بطوله كبيره. ان شاء الله البطوله القادمه كاس الامم الافريقيه تكون على ملعبنا في شهر فبراير، فرصه كبيره لمنتخبنا اول حاجه الوصول لكاس العالم زي ما قال المربع الذهبي، وتاني حاجه فرصه كبيره ان احنا ممكن ناخد البطوله.